وأيضا اعتقادهم أن الدين يتنافى مع بعض الأمور التي أصبحت علميا تعد من مبادئ العلوم الأساسية. فبالنسبة لبعض رجال الدين ليت الأمر اقتصر على عدم وجود الإجابات، بل إن مواجهة بعض رجال الدين للإلحاد العلمي هي مواجهة بائسة ومزرية ومخجلة حقيقة، وهي سبب إلحاد كثيرين أيضا. يعني كمثال يردون نظرية التطور المثبتة اليوم بأدلة علمية قطعية في علم الجينات بإشكالات تافهة حد الإسفاف، وهكذا طرح عندما يواجه به شخص مطلع على علم الأحياء التطوري سيجعله يشفق على حال من يواجهه به وما هو عليه من جهل، وربما سيجعله يبتعد عن الدين والإيمان تماما. بل نستطيع أن نقول إن رجال الدين عندما يقولون إن الدين يتعارض مع نظرية التطور يقدمون كما قلت يعني يقدمون أكبر هدية للمنظرين الإلحاد، لأنهم يستطيعون إثبات أن نظرية التطور صحيحة ولا غبار عليها اليوم، وبالتالي يتوصلون إلى نتيجة أن ما يتعارض معها هو الباطل، وفي حالتنا طبعا هو الدين ووجود إله. أيضا أحد أسباب الإلحاد هو الطرح الديني المتناقض أو الركيك، الطرح العقائدي والطرح الإيماني، والذي يستغله الملحدون للطعن بالدين. ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأنه واسع جدا،